بوينه كسا ولوي جوي ماني بينتنا اليوم يعني ويا الوي جوي بينت هاي هذه الساعة ناجح منين جبتها تي يا ناجح شنو هي تي غميضة خويا تلعبوا في الغميضة خويا هاي هاو يا ناجح هاو ناجح عمر ما سطبنا يا ناجح هاو ناجح الجمعة اللي فاتت بالتاكسي بيبيلي شو ما الجمعة اللي فاتت يا ناجح عندها شهر يا ناجح شهر قطش وي يا ناجح وي سي جا هاو ناجح حاضر سي جا راي فارق قلبك اخوي عندي ما نفرغ يعني حاجة حقاني ثلاثة حاجات حب نقولهم لك تو بس عين ديب يعني انت بتحيل برشا يعني صاحب ثانيا في اللغة ما فهمش احكي معاك خلينا نتكلم عادي خلينا نتكلم نخلي ديما نعطيو فرصة لبعض تفضل ثانيا يعني خاف ربك ساعة الأولى سامحني خاف ربك خاف ربك شوية خاف ربك وثالثا ينجح انت متحيل أعطي حق الناس يا نجح رجع فلوس الناس معاش تفتري على عبيد كهو هذو ما ثلاثة حاجات حبيت نقولهم لك نصيحة انت انت أه؟ نصيحة انت وانت قبلت نصيحة قد ما نصحتك ما تنصحش دي ربي يطعم والشيطان يحرم يا نجح ربي يطعم والشيطان يحرم انت جاتك برمول دو فافورس معايا ومع غيري وما استغليت حتى فرصة ما نجحت في حتى فرصة علاش تعرف شنو علاش غلطتك ولا وقلت لك ونصحتك فيها قلت لك وين دمك وين همك تخدم حاجة خدمها وحدك اسمعني اسمعني انت متناقض هنا انت تضحك وتلعب وجاي هنا مش عارف اني فاش تعمل بالضبط شنو متناقض شنو اللي متناقض تحكي فيه انت معني على اساس انت عاقل برشا ما خلصتيش فلوسي سامحني انت شبيت تتهرب وعمل لي بلوك ما خلصنيش شنو التناقض تحكي لي انا التناقض ما اعطيتكش ما اعطيتكش فلوس شعطيتي اعطيتي 500,000 قبل ما تعدي البرنامج لا بعد البرنامج لحظه ناجح لحظه باش نحكي لك القصه اللي حكاها ناجح ما حكيت ليش انت ما باش نحكي لك تو سويت قال تعرفت على ناجح في قهوه مع واحد صاحبي وكذا فهمني ولا كيما حبيبات وكنا حبيبات واصحاب وكذا فهمني ولا وقال انا اقترحت عليه قلت له اسمعني علاش ما معناتها ما تعملش بروجي وكذا فهمتني وفرح ياسر انت فرحت ياسر قلت له اش خص ونعملوا البروجي هذا جبد الفلوس من لا تعهدنا القران تعهد سامحني سامحني جبد كتاب القران تعهدت على القران وكذا باش ديماري وكذا اعطاك مبلغ مالي نورمالمون 15,000 دينار 12,000 دينار باش ديماري البروجي فهمتني معناتها مشات الامور من الاول في مساكن ما مشاتش البلاصه ما هياش وكذا فهمتني بدلت الحانوت هكا شويه ديزاين كذا بدلت الماتريال فهمتني الشهر معناتها بعد شهر مدلك 1000 دينار مليون خدمنا شهر هو اعطاني خدمنا شهر اعطيتني مليون مليون يا راجع اعطيتك مليون انا لا انت مديت لي خدمتنا شهر اعطيتني 1000 دينار قلت لي صح في الفلوس قلت لي هاو مليون اخويا قلت لك ارحم والديك قلت لي هاو باش تبدا ما زلت كبلي سي جابر اي هذه هي القصه وبعد شو ومن بعد فهمت ولا صحيح ولا غلط لحظه سي نجح نسمع اتسكر البروجي وكذا قلت له راه الحانوت ما عادش يخدم وكذا فهمني وقال هو يخدم مليح معناتها فهمتني ودخل فيه الشك وكذا وقعد يسالكم المبلغ هو طالب اشتر حق اشتر تقريبا اللي دفعه في الصحيح وفي الغلط مثلا أني كنت عرفت عليه ما تعرفتش عليه في قهوة هو واحد صاحبه لا تعرفت عليه واحد تحايل عليه يحب يطلع كنز من الواحد من الثانية متاعه شنو هاي احلف احلف نعرف نعرفك انت راه ما تكذبش داش تبني شتولوكس تكذب لا احلف لا 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 احلف يا سيناجي سيناجي احلف بالعربي يا عيش خويا لا لا خليه هو تو لا لا احكي معنا بالعربي مش صحيح احلف نحلف اقسم بالله نحلف اي انت ماكش باش تطلع كنز ناجح ناجح المانيا ناجح المانيا خلينا نسمعوا ناجح تونس يا خويا تعرفت باش نفهمها باش نقسمها هكا عيش خويا انا حبيت نعمل برمي باه تعرفت على السيد هذا على اساس هو يخدم في منطقه وندرى شنو وعنده علاقات وباش تعمل برمي من غير ما تعدي واضحش هو يحب ياخذ برمي دو بلاس هاي صحيح هاو صحيح تعرفنا مع بعضنا معناه قابلنا مع بعضنا فهمت كيفاش؟ اي هذا يا خويا يحب يعمل برمي دو بلاس
هذه مش كان كنز تو مش كان كنز دخلنا في الميبر لحظة صحيح صحيح تجبد في لحظة لحظة يعني ما لقاش باش يدخل وحده مش ليه تحكي على حقيقة تحكي في تحكي في قصة أم السيسي انت تو يا ناجح ناجح حبيبي لحظة اسمعني وراس خويا نجي ترى وقدر فيك انت باهي خويا ناجح اي خليه يحكي